يرقص في غرفة فيز وفريدة. صحت فريدة منتعشة وصحى فيز غضبان وسأل أمه بغضب: لماذا الدنيا اليوم هكذا؟ سألته أمه مندهشة: هكذا؟ كيف يا فيز؟ اليوم الجو جميل وسوف نذهب كلنا إلى النادي. لم يرد فيز على أمه وذهب إلى الحمام، ثم وقف أمام المرآة لا يفعل شيئا غير أن ينظر إلى نفسه وهو حزين بلا سبب واضح. لماذا الدنيا هكذا؟ أحضرت ماما عصيرا لذيذا وسألت فيزو مرة أخرى: هكذا؟ كيف يا فيزو؟ ولكن فيزو لم يرد أيضا ولم يشرب العصير. أعطته له فريدة ورفض أيضا. سألته ماما: ما لك يا فيزو؟ فلم يرد عليها. وسأله بابا في حزن: ما لك يا فيزو اليوم؟ رد أخيرا وقال: الدنيا ليست ظريفة ولا أرى سببا يجعل فريدة سعيدة هكذا. قال بابا: لا تقل هذا يا فيزو دون أن تفكر تانية، ربما تكون غلطان. رد فيزو وقال: سأفكر. وبينما بابا يكلم فيزو فجأة رن جرس البيت، إنه مازن جاء وكان لديه مفاجأة. سألته فريدة بسرعة: ما هي؟ وسأله فيزو أيضا ولكن ببرود: ما هي يا مازن؟ قال مازن: إنها في بيتي، هيا بنا. ذهبوا إلى بيت مازن وهناك قال لهم: إليكم المفاجأة، إن قطتي ميشا قد ولدت هؤلاء الصغار الظرفاء جدا. وأخيرا أشرق وجه فيزو وقال: أنا غلطان، الدنيا ظريفة، أنا أيضا سعيد. ردت فريدة وقالت وهي تضحك: لكن أنا لا أرى سببا يجعلك سعيدا هكذا.